السلام عليكم، معاكم مهندس محمد الغنام. إن شاء الله النهاردة هنشرح حاجة مهمة جدا. هنشرح إزاي تعمل حسابات السيركت بريكر والكابل، السيركت بريكر والكيبل سايزنج والفولتج دروب كالكوليشن والشورت سيركت كالكوليشن. طبعا الحسابات اللي هعملها دي بشكل سريع جدا، بدون الدخول في التفاصيل بتاعة التكنيكال الخاص بالسيركت بريكر والكابلات والكلام ده. هندي مثال بسيط وهنبدأ نحل عليه كل شيء. طيب انا هفترض ان انا معايا، وليكن مثال بسيط جدا زي ده، هفترض ان انا عندي محول. المحول ده 1000 كيلو فولت امبير، ستيب داون ترانسفورمر، بيخفض من الجهد المتوسط للجهد المنخفض، بيخفض من 11 كيلو ل 400 فولت. خلاص. طبعا هنا الميديم فولتج نتورك المفروض بيطلع منها كابلات، بيبقى في عند محول. المحول ده توصيلته دلتا ستار، المحول ده زيتي اويل تايب ترانسفورمر. المفروض انك هتحسب سيركت بريكر وهتحسب الفولتج درو، هتحسب السيركت بريكر وهتحسب الكابل المناسب وهتحسب الفولتج دروب عند اللوحة المين دي بي وهتحسب الشورت سيركت عند المين دي بي. كذلك المين دي بي المفروض بتدي سب مين دي بي، فهتقدر تحسب برضو السيركت بريكر والكابل والفولتج دروب عند السب مين والشورت سيركت عند السب مين. كذلك السب مين بتدي لوحة اسمها دي بي، هتحسب برضو السيركت بريكر وهتحسب الكابل وهتحسب الفولتج دروب عند الدي بي وهتحسب الشورت سيركت عند الدي بي. طبعا ده زي سنجل لاين دياجرام بس بشكل مبسط جدا. فانا هبدأ اشرح الافكار، وطبعا الافكار دي هتفيدكم، هتفيد الناس المهتمة بالموضوع ده، يقدر يعمل كل الحسابات بسهولة جدا. طيب تعالوا لو احنا عايزين نحسب المين سيركت بريكر ده. طبعا ده يا باشمهندسين لو عايزين نحسبه، المفروض ان انا بحسبه بناء على الريتنج بتاع المحول. خلاص. انما السيركت بريكرز اللي تحت دي بحسبها بناء على الاحمال. خلاص. طيب انا عايز اجيب السيركت بريكر، فالمفروض ان في قوانين تقدر تحسب منها الريتد، تحسب الريتد كارنت. اول حاجة علشان نقدر نحسب القاطع، رقم واحد بنحسب الفول لود كارنت او الريتد كارنت. طبعا الفول لود كارنت او الريتد كارنت بتحسبه من خلال العلاقة اللي هي اس بتساوي جذر التلاتة في في الاي، ده بالنسبة للثري فيز. او ممكن تستعمل او تستخدم القانون البي بتساوي جذر التلاتة الفي في الاي كوساين فاي. طبعا لو في السنجل فيز الاس هتساوي الفي في الاي والبي هتساوي في في الاي كوساين فاي. انا احسب الفول لود كارنت اللي هو ده بيساوي الاي ريتد بتساوي الاس على جذر التلاتة في الفي. طبعا الاس بتاعتي اللي هو الريتنج باور للمحول اللي هو 1000 كيلو فولت امبير، طبعا ضربت في 1000 علشان اقدر احول من كيلو فولت امبير للفولت امبير على الجذر التلاتة في 400. خلاص. فتقريبا الالف ده على جذر تلاتة في 400 يديني 1.44. طبعا احنا دايما يعني في ناس كتير مننا عارفين ان الريتد كارنت في الثري فيز بتساوي 1.5 في اس، فده كان على حسب الجهد. يعني لو الجهد هنا 380 فتقريبا الاي ريتد هتساوي 1.5 في الاس، لان الاي ريتد بتساوي اس بضرب في 1000 على جذر 3 في 380. لو قلت 1000 على جذر 3 في 380 هتديني تقريبا 1.5 في اس، يبقى 1.5 في كام؟ في 1000. اسف دي مش 100، دي 1000 كيلو فولت امبير. خلاص. ولكن الجهد هنا 400 فولت، يبقى الريتد كارنت بتاعي 1.44 في 1000 هيديني 1440 امبير، يبقى ده الفول لود كارنت. طبعا علشان اجيب السيركت بريكر ما ينفعش ان انا اقول الاي سيركت بريكر بيساوي 1.25 في الاي ريتد وبعد كده اجيب السيركت بريكر. ولكن بالنسبه للمحول، المحول ده اويل، المفروض ما نحملوش اكتر من 80%، فالمفروض ان انا بجيب السيركت بريكر على الريتد. يعني بقول الاي ريتد 1440، بجيب النكست ريتنج اللي عندي وليكن سيركت بريكر 1600 امبير. واحيانا في ناس بتجيب السيركت بريكر بعد ما تضرب الاي ريتد في 8 من 10 على اساس ان المحول مش هيشتغل اكتر من 80%، وبالتالي المين سيركت بريكر ممكن يجي اقل من 1600 امبير. بس اظن الافضل ان السيركت بريكر اجيبه على النكست ريتنج. يعني انا حسبت الاي ريتد طلع 1440 امبير، يبقى السيركت بريكر بتاعي 1600 امبير.
الخطوة اللي بعد كده عايز أبدأ أختار الكابل المناسب، الكابلات اللي هتخرج من المحول تروح تغذي اللوحة المين دي بي. طيب علشان أقدر أحسب الكابل فأنا عندي قانون الآي كيبل بتساوي السيركت بريكر أو آي سيركت بريكر على الدريتنج فاكتورز أو الكوريكشن فاكتورز. في ناس حافظة بيقول الآي كيبل بتساوي 1.5 الآي ريتد أو الآي كيبل 1.25 الآي سيركت بريكر، فده كلام مش مظبوط. فالمفروض ان احنا بنقول الاي كيبل بتساوي السيركت بريكر على الدريتنج فاكتورز، والدريتنج فاكتورز دي بنجيبها من خلال جداول الشركه المصنعه، على سبيل المثال شركه السويدي. بقدر احسب الدريتنج فاكتورز بناء على تمديد الكابل، بناء على طريقه تمديد الكابل. هتلاقي في الكتالوج السويدي، يعني على سبيل المثال انا ممكن ادخل دلوقتي على كتالوج السويدي تقريبا صفحه 15، هكتب هنا صفحه 15، في جداول هنا اسمها الدريتنج فاكتورز. اول حاجه جراوند تمبريتشر دريتنج فاكتور. احنا اولا الكابل المحول او الدور 1000 كيلو فولت امبير، الكابلات طالعه من خلاله ماشيه اندر جراوند ليت دايركت ان جراوند، ماشيه على عمق 80 سنتي، كانوا ماشيين بوضع فلات او تري فويل. خلاص طيب، يعني المحول خارج المبنى، في كابلات خارجه منه مدفونه تحت اندر جراوند، كانوا ماشيين بوضع تري فويل او فلات فورميشن. هنشوف يعني ايه تري فويل او فلات فورميشن، ورايحين يغذوا اللوحه المين دي بي. طيب طالما الكابل ماشي اندر جراوند يبقى لازم اخد في اعتباري الدريتنج فاكتورز اللي هي رقم واحد الجراوند تمبريتشر دريتنج فاكتور. انا افترض ان الجراوند تمبريتشر وليكن 45 درجه. طيب الكابل اللي هستخدمه وليكن كابل نحاس، والعازل الداخلي اكس ال بي اي والعازل الخارجي بي في سي. اذا الجراوند تمبريتشر كانت 45، يبقى الجراوند تمبريتشر دريتنج فاكتور للكابل سواء كان بي في سي او اكس ال بي، انا هستخدم اكس ال بي اي، فهتبص تلاقي الدريتنج فاكتور كام؟ 9/10. في حاجه تانية بتاثر على الكابل، في اللي هو البريال ديبس. انا دلوقتي حسبت شفت الجراوند تمبريتشر، بناء عليه جبت الجراوند تمبريتشر دريتنج فاكتور اللي هو 9/10. طيب البريال ديبس، انا دفن الكابل على عمق كام؟ وليكن دفنه على عمق 80 سنتي، فانا هنزل تحت كده هلاقي في عندي حاجه اسمها بريال ديبس دريتنج فاكتور. دافن على عمق 50 سنتي، 60 سنتي، 80 سنتي، متر، 2 متر، انا دافن على عمق كام؟ 80 سنتي. طيب الكيبل كروس سيكشن اريا، في لغايه 70، في لغايه من 95 ل 240، في من 300 واعلى من 300. تمام. طيب انا دلوقتي هخرج من المحول بكابلات وليكن 240 مللي. خلاص هخرج من المحول بكابلات 240 مللي. اذا عند ال 80 سنتي الدريتنج فاكتور من 95 ل 240 هيكون كام؟ هيكون 96%. يبقى عندي جراوند تمبريتشر دريتنج فاكتور اللي هو 9/10، وعندي الديبس فاكتور او البريال ديبس فاكتور كان 96%. في حاجة تانية بتأثر على الكابل، بشوف بقى الكابلات لو في مجموعة من الكابلات مدفونة، فالكابلات دي ماشية تاتشنج يعني بيلمسوا بعض ولا نوت، ولا في مسافة بينهم. لو تاتشنج هتبقى في مشكلة، الكابل بيشيل تيار أقل، فنعالج المشكلة دي عن طريق إن احنا نزود أو نسيب مسافة بين الكابلات. طيب الكابلات ماشية فلات ولا تري فويل فورميشن؟ هنشوف يعني ايه فلات او تري فويل. هننزل تحت كده هلاقي مكتوب هنا تيبل 7 تري فويل اور فلات فورميشن دريتنج فاكتور فور 3 سنجل كور كيبل. طبعا احنا مش هنستخدم سنجل كور كيبل، وليكن انا هستخدم مالتي كور. يبقى هنزل على الجدول اللي بعده اللي هو تري فويل اور فلات فورميشن دريتنج فاكتور فور مالتي كور كيبل ليد دايركت ان جراوند. يبقى ده الجدول المناسب. طبعا هتبص تلاقي في عندي هنا فلات تري فويل فورميشن، تري فويل فورميشن اللي هو الكابلات بتبقى بالمنظر ده. خلاص دي كده تري فويل فورميشن. خلاص طيب تري فويل فورميشن تاتشنج ولا سبيسنج 15 سنتي ولا سبيسنج 30 سنتي؟ طيب لو تاتشنج هتلاقي الدريتنج فاكتور لو تري فويل كذا 81، لو فلات 81 تقريبا قد بعض. ده طبعا نمبر اوف سيركت 2، نمبر اوف سيركت 3، نمبر اوف سيركت 6. طبعا لو في مسافه بينهم الدريتنج فاكتور بيكون اعلى،
يعني 87 ماشي، وهنا 87. طيب انا هفترض ان انا سايب مسافة، هستخدم فلات فورميشن او تري فويل، والتري فويل بيبقوا الكابلات ماشية جنب بعض بالطريقة دي، سواء تاتشنج او في مسافة بينهم. انا افترض الكابلات ماشية في مسافة بينهم 30 سنتي وماشيين تري فويل او فلات فورميشن، فباجي دلوقتي اشوف لقيت تقريبا نمبر اوف سيركت، بشوف النمبر اوف سيركت واجي وليكن لو ماشيين فلات يبقى 91 من 100. يبقى عندي ثلاث عوامل بتأثر على الكابل دلوقتي اللي انا جبتهم، اللي هو جراوند تمبريتشر ريتنج فاكتور اللي هو طلع 9 من 10، في عندي البريال ديبس فاكتور اللي هو طلع تقريبا 96 من 100، في الفلات فورميشن ريتنج فاكتور طلع تقريبا 91 من 100. يبقى هرجع فوق كده في التاسك بتاعتي وهاجي يا باشمهندس اعمل ايه؟ هاجي اضرب اجيب الريتنج فاكتور بتاعي او الكوريكشن فاكتور بيساوي الثلاثه في بعض، فتقريبا طلع 78 من 100. خلاص يبقى ده الريتنج فاكتور بتاعي. طيب الكابل لو ماشي فري اير، يعني ماشي على كيبل لادر او كيبل تري، يبقى في حاجات بتأثر على الكابل. طبعا الكابل لو ماشي فري اير او ماشي فري اير على كيبل تري او كيبل لادر، فالكابل ده بيشيل تيار اكبر من انه يمشي في الجراوند او يمشي في داكت بانك او غيره. طيب انا هاجي ابص الاقي في عندي لو الكابل ماشي فري اير في حاجه اسمها اير تمبريتشر دي ريتنج فاكتور. الاير تمبريتشر انا استخدم كابل بي في سي ولا اكس ال بي، وليكن اكس ال بي اي الاير تمبريتشر وليكن 50 درجه، يبقى الاكس ال بي كام؟ 89. في حاجات تانية بتأثر، الكابلات ماشية على كيبل التري ازاي؟ ماشية في تاتشنج ولا في مسافات بينهم؟ هتلاقي الكلام ده كله موجود هنا كده، اللي هو فلات فورميشن دي ريتنج فاكتور فور ثري سنجل كور كيبل ليد ان فري اير، وهتلاقي برضو كابلات مالتي كور. خلاص تمام يا جماعه، يبقى عرفنا ازاي نجيب الريتنج فاكتور من كتالوج الشركه المصنعه. اذا الاي كيبل بيساوي 1600 امبير على الريتنج فاكتور، فطلع تقريبا 2035 امبير. طبعا لازم اتاكد ان الاي كيبل، طبعا هو الريتنج فاكتور اقل من الواحد، فاكيد ان ده الريتنج فاكتور بيتناسب عكس مع الاي كيبل، اذا ده لما بيقل فانا بزود فالاي كيبل بتزيد. وطبعا الاي كيبل ده التيار اللي بيتحمله الكابل مش التيار اللي بيمر في الكابل، لان التيار اللي بيمر في الكابل في حاله النورمال هو الريتد، ولكن انا بجيب الكابل يتحمل تيار اكبر من تيار السيركت بريكر. يبقى الاي كيبل بتساوي السيركت بريكر بتاعي اللي هو 1600 امبير على الريتنج فاكتور، فطلع تقريبا 2035 امبير. انا هستخدم كابل 240 مللي نحاس اكس ال بي اي بي في سي، انا حددت الكابل اللي هستخدمه. خلاص طيب انا هستخدم كابل نحاس 240 مللي، العزل الداخلي اكس ال بي اي، العزل الخارجي بي في سي. معانا كتالوج السويد، هندخل صفحه 63 هتلاقي الجدول بتاع الكابل ده. مكتوب هنا يا جماعه المالتي كور كيبل نحاس اكس ال بي بي في سي، الكرنت ريتنج الكابل ماشي فري اير ولا ماشي في داكت ولا ماشي في الجراوند، فكان ماشي في الجراوند. في فور كور كيبل وفي فور كور كيبل ريديوس دي نيوترال. فور كور كيبل يعني الكابل فل، يعني هتلاقي الفازه الكروس سكشن اريا للفازات، الفازه الواحده زي الكروس سكشن اريا بتاع النيوترال زي الكروس سكشن اريا بتاع الارث، ولكن فور كور ريديوس دي نيوترال بتلاقي فوق ال 35 مللي انا بجيب النيوترال نص الارث، اسف النيوترال نص مساحه مقطع الفازه. خلاص فهاجي دلوقتي الكابل ال 240 مللي، هاجي اندر جراوند بيشيل تيار لغايه 435 امبير زي ما انتم شايفين اهي. ممكن اعمل زوم. الكابل ال 240 مللي يا جماعه اهو 240 مللي بيشيل تيار لغايه 435 امبير اندر جراوند. طبعا لو ماشي في داكت هيشيل تيار اقل وليكن 365 امبير، لو ماشي فري اير هيشيل تيار اكبر من الجراوند واكبر من الداكت 483. احنا نمشي باندر جراوند كيبل، يبقى ال 240 هيشيل لغايه 435. هستفيد ايه من الكلام ده؟ هستفيد ان انا هقدر احدد عدد الكابلات المناسب،
يبقى نمبر اوف كيبلز بيساوي الاي كيبل اللي انا حسبته اللي هو 2035 امبير على التيار اللي بيشيله الكابل ال 240 435، تقريبا طلع 4.6، يبقى تقريبا انا هخرج من المحول بخمس كابلات مالتي كور اهو، 5 توازي 3 في 240 زائد 120 ملي متر مربع نحاس اكس ال بي اي بي في سي زائد 5 1 سي في 120 اي نحاس بي في سي. الكلام ده معناه ايه؟ معناه ان انا طلعت بخمس مجموعات، ماشي، خمس مجموعات المفروض هيكون عندي الفازه ماشي فيها ثلاث ماشي فيها خمس كابلات 240 ملي، وبالنسبه للنيوترال ماشي خمس كابلات 120 ملي، وبالنسبه للارث ماشي خمس كابلات سنجل كور 120 ملي نحاس بي في سي. خلاص. طبعا عشان تقدر تفهم اكتر الموضوع ده، بص في كتالوج السويدي على جداول الدريتنج فاكتورز اللي هي من 15 ل 20 وجداول الكابلات، طبعا هتلاقي جداول كتيره جدا، انا اخترت الجدول صفحه 63. طيب يبقى انا احنا دلوقتي كل اللي عملناه في المثال الاول ده قدرنا نحسب السيركت بريكر طلع 1600 امبير، وطبعا هيبقى في شورت سيركت كاباست للسيركت بريكر. بعد ما نحسب الشورت سيركت عند اللوحه المند بي هنقدر نحسب الشورت سيركت كاباستي للسيركت بريكر. هنحسب برضه الشورت سيركت عند المحول وعند المند بي، ونقدر نختار الشورت سيركت كاباستي بالنسبه للسيركت بريكر اللي هو 1600 امبير، واخترنا الكابلات خمس كابلات بالنسبه للفازه، الفازه الواحده ماشي خمس كابلات 240، وبالنسبه للنيوترال خمس كابلات 120، وبالنسبه للارث خمس كابلات 120. ده اول فيديو في الموضوع ده دلوقتي. ان شاء الله الفيديو اللي بعده هنكمل حساب الفولتج دروب وهنشوف حساب الشورت سيركت. سلام عليكم.